خليني اسكب لك. مرسي. صحتين. دخلك خيك صخر وين؟ حكيتي لعنه كتير ولا مرة شفته؟ الصخر أغلب شغله بالليل، مشان هيك بضل كل النهار نايم. ليش عم بيشتغل هالأيام؟ شو رأيك أنت اللي تحكي لنا عن حالك هلا؟ افتكرت إنه منى حكيتكم عني. سوري. لا. Don't sorry. Don't sorry حبيبي قلبي. يلا. عائلة إخواننا قررت أشوف. حابب أسمع منك. بالحقيقة أنا شخص عادي. ربيت ببيت علم وأدب. بي حكيم وأمي أستاذة تاريخ. و بيت الأدب هذا اللي أنت ربيان فيه وين أدب؟ ببيروت؟ ولا وين؟ أنا كل عائلتي من بيروت وسكنين فيها. وأنا كتير معلق ببيروت. صح لي كذا بزنس بأوروبا بس ما قدرت. يعني الفكرة كلها على بعضها ما قدرت. مثل ما بيقول المثل وير ذا ماني؟ الزق. ويا ترى شو طبيعة شغلك بالوزارة؟ الحمد لله. أنا موظف قديم بالوزارة من وقت ما خلصت دروا، يعني من وقت ما تخرجت من كلية الحقوق. تعال جاي أستاذ، خلينا نكمل حديثنا الحلو فوق. طيب دايما يا جماعة. لسه ما كملت أكلك. شبعت. على فكرة الأكل كتير طيب. مرسي. يا سمية، سوينا كبايتين شاي برضاتي عليكي، وخلي أم علي تطلعون لفوق. ها شرف.